احنا كي خلقنا في الدنيا لقينا ابائنا هذه مهنه تاعهم تمر كوننا احنا من منطقه سيدي عقبه في الاصل هي واحه آه يمتهن اهلها كل تمر ما كانش اللي ما ما, عندوش تمر ثم ولا ما عندوش نخل ولا ما يخدمش خدمه نخل هذه دقله نور كاينه غير في التزير. من احسن انواع التمر اللي موجوده في العالم هذه تمر يسموها احنا عندنا سبعه بدراع كونها كبيره يجوا سبعه حبات قيس الدراعي سموها بكري وهي تسمية نتاعها المجهول بزاف منها هذه خاصة في منطقة أدرار <applause> <applause> طونط بشت هذه احنا نسموها في بسكرا طونط بشت كاين في في واد سوف في غردية تسمى تكرمست هما متوفرة ثانية بزاف عندنا هنا ومعروفة في السعودية هذه منسوبة للسعودية العجوة كل تاعها برك يجي ديفيرون هذه كحلة وهذه شوية صفر آه عليها شوية هذه تمره تمره الليتيما هذه ناقصه ناقصه بزاف ما احنا في بيسكرا نتل... نصيبو جنان كامل فيها بلك نخله واحده من هذه الليتيمة هذه تقريبا ناحيه بيسكرا والجواي هذيك اللي ياكلوها بزاف هذه ما يعرفوهاش لهنا قليل قليل اللي يعرفها هذه نجي نشوف هكذا فوالا كي نفتحوها فوالا نصيبوها ما فيهاش النوال داخل هذا الغرس كي يوجد المره الاولى يجي نص نتاعو اصفر والنص يقتفوه هكذا مازال ماهوش طايب 100% وهذه يروح جهه خنش لا وتبسه وهذيك البلايص اللي ياكلوه بكثره